كام الحساب؟ خلاص والله يا باشا خليها علينا المرة دي. حبيبي يا محترم تسلم، كام بقى الحساب؟ خدت قهوة فرنسية وزيت مية صغيرة كده، الحساب كله 20 يا فندم. تمام اتفضل. تحسب القهوة؟ وده تبسع الشاي. ايه ده؟ بس ده كتير عليا يا باشا. حبيبي يا محترم كفاية احترامك وزوجك. حبيبي يا باشا ربنا يخليك، مكانك كفاية وقت، هستناك تاني يا باشا. ماشي يا محترم ان شاء الله. شرفت يا باشا. صباحك عسل. الواد ده قاعد ياخد تبس من الصبح وانا محدش اداني حاجه. عارف يا كريم طريقتك الحلوه مع الزباين تبني لك كوبر في البحر وتمشي عليه. ايوه صح، بس ايه اللي حصل عشان كده انت جاي فرحان؟ كلمت واحد بطريقه حلوه راح قال لي انت محترم. قال لك كده بس؟ ايوه شكلك واجع على حاجه تقيله انت. كده الحساب 30 يا فندم. اتفضل. كده في تبس يا غالي. تبس ده انا اللي ادالك من نفسي، انما انت ما تقوليش هات. ايه حظ المجندل ده؟ ده الواد اللي معاه بيجمع حوالي 100 جنيه في يوم. كابتن جاي لك يا باشا اجيب لك كوبايه القهوه العسل بتاع كل يوم. الراجل اللي بيسيب له تبس كل يوم. بقول لك ايه، انا اللي هوديها له. لا طبعا انا اللي هوديها له، الزبون ده متعود انا اللي بنزل له مشاريب كل يوم. وديها له. بقول لك ايه؟ في واحدة قهوة زيادة هنا كده، شغلها لي بأي طريقة، لما تشيلها. أنا شغلك أحلى شغل بس صبر. كل حياتي كلام وحروف، أنا مغلوب، حياتي حروب، ومن الحياة مشتوق. خد يا أحمد. خد ود الزبون القهوة ده. ده أنا كنت لسه جاي أطلبها. حبيبي زي ما بتعدي لي في الشغل كده هعدي لك، والزبون الجاوه دي انت مش هتفرق يعني. واحد احلى كوبايه قهوه للباشا. حبيبي يا محترم. هو صح يا باشا اللي انا سمعته ان انت محترم؟ مستوره الحمد لله. بتسال ليه؟ طب الاستاذ دوت حاط لك بالشبه في القهوه عشان تنام وياخد كل اللي في جيبك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما تصدقوش والله العظيم ما حصل. ما تخافش انا عارف ان انت راجل محترم وعمرك ما تعمل الكلام ده. على فكره انا شفت كل حاجه، وانك تدور واحد زميلك في شغلك ده حرام عليك وافعالك